وجوزنا اكل ميتة الادمي يعني ممكن ياكل ادمي بس في حالة الاضطرار لا يجوز طبخها ولا شيها لما في ذلك من هك حرمة قال بعد ما هياكله او هياكله بس ما يسلقوش ولا يشويه وتخرف في ذلك بان اكله نيئا وغيره وله قتل مرتد خلي بالك وله قتل مرتد واكله وقتل تارك ايوه يعني يقتل بني ادم وياكله عشان جعان لا 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 مش كده وبس ده بيدرس عندنا في الازهر بص يا سيدي الازهر الشريف قطاع المعاهد الازهريه الاداره المركزيه للكتب والمكتبات والوسائل التعليميه الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع للصف الثالث الثانوي والكلام ده صفحه 256 السنه دي يا سيدي هل الإبل خلقت من الجن؟ أي نعم والحديث صحيح. أيوه توضيح. ولذلك نهينا عن الصلاة في مرابض الإبل. هي الحكمة زي ما قلت كده، الحكمة نحن نؤمن ونوقن بما صح من المنقول. يعني نحن نأخذ ما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول. النبي أخطرنا بذلك يبقى سمعنا وأطعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلقت الإبل من الشياطين. خلقت الإبل من الشياطين. هي مخلوق. من الشياطين من الشياطين ولا من الجن؟ لا لا من الشياطين هكذا النص عندي ولذلك الشيخ الأشقر يعني حفظه الله في كتابه علق عليها في عدة أسطر وطبعا مشايخنا بالإجماع علقوا على هذا الحديث والحديث وارد وصحيح طيب يا شيخنا كيف نأكلها وهي مخلوقة من الشياطين؟ ممتاز جدا أصل الخلقة معايا ازاي يا باشمهندس اسام؟ يعني لا تعتمد على الاطلاق على ذات الحكم، يعني اوضح المساله. تفضل. يعني الشيطان هل نراه؟ لا. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طيب لو ان الشيطان تشكل بصوره جاموسه. وسقطت الجاموسه وذبحها الناس ولم يعلموا انها ايه؟ شيطانا. جاز اكلها ام لم يجوز؟ جاز اكلها. طيب هذه خلقها الله تبارك وتعالى من طباع هذه، لكن خلقها بلحم. وعظم واحل لنا طعمتها خلاص يبقى الحكم يندرج عليه طيب يا شيخ